أعاهد الله أن أبطل. هيا الآن أتكلم معك أنت، لكن الجنية هي تسمعني، هي تسمعني لكن تتجاوب معي. الجنية الآن حينما تسمع هذا الكلام هي من تتحرك وتمنعك، مع أنك أنت من سيقول، فليفهم هذا. الآن تكلم معك أنت، هيا هكذا انظري في التوحيد لأنها نصرانية، وقولي أعاهد الله، أعاهد الله، أعاهد الله ألا أشرك به شيئا. هيا أنت موحدة مسلمة، نعم، أعاهد الله ألا أشرك به شيئا، أعاهد الله ألا أشرك به شيئا، أعاهد الله على الإسلام والإيمان والإحسان، أعاهد الله أن الدين عند الله الإسلام، أعاهد الله أن الدين عند الله الإسلام، أعاهد الله أن عيسى رسول الله، أن عيسى رسول الله، أن عيسى رسول الله، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، وأن الساعة حق، وأن الله يبعث من في القبور، أعاهد الله ألا أشرك به شيئا، أعاهد الله ألا أشرك به شيئا، قل أعاهد الله أن أبطل كل سحر في القبور. أي طيب، لماذا رفضت هذه الكلمة؟ ولم تفعلين هكذا؟ هيا، أعاهد الله أن أبطل كل سحر في القبور. تكلمت ونطقت. لست وحدك. طيب من معك؟ من معك؟ طيب قولي نعاهد الله، يلا الجمع، يلا خير في التعميم، يلا نعاهد الله أن نبطل كل سحر في القبور. طاعة لله تعالى، طاعة لله جل وعلا، سحرا أسودا، سحرا قديما أسودا عظيما، لكن الله أعظم وأعز وأجل يبطله سبحانه بيقين، والله عند ظن عبده بي وحفظ ربنا خيرا، علما وفهما وحكمة ورشادا وصوابا وفتحا. نسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهله، من أهله وأهل وخاصته ومن جنده. هيا إلى الله عز وجل جميعا نعاهد الله أن نبطل الأسحار في المشارق والمغارب طاعة لله. نعاهد الله، نعاهد الله ألا نرجع إلى الوراء، ألا نولي الأدبار، نعاهد الله أن نسير إلى الأمام، نعاهد الله أن نجتهد بالليل والنهار، نعاهد الله أن نكون من جنده، نعاهد الله أن نكون من جنده، نعاهد الله أن نكون في صفه، نعاهد الله أن نكون في صفه. هيا الآن ارفعي أصابعك من جد، تأملي معي أختي بشوية بشوية، قولي أعاهد الله، أعاهد الله على الإسلام والإيمان والإحسان، أعاهد الله، أعاهد الله
أن أكفر بالشيطان. أعاهد الله، أعاهد الله، أعاهد الله أن أبطل الأسحار. أيوة، نعيدها بإذن الله تعالى. ارفعي من جديد، هيا تقوي، ارفعي أصابعك، هيا. نعاهد الله أن نبطل الأسحار. لماذا؟ طيب، إن شاء الله رويدا رويدا تأتون إلى دين الله عز وجل. هيا نرفع من جديد بإذن الله تعالى. اسمعي يا جنية، إني عليك مشفق، أرجو لك النجاة، افهمي هذا. إياك إياك، ارفعي. هيا، الدين عند الله الإسلام. هيا نقولها جميعا لله تعالى. نعاهد الله. تشرفنا، أنت جني، أسأل الله أن يشرفك الله بالإسلام وأن تكون بإذن المولى جل وعلا من أهل الإيمان. هيا، أعاهد الله، قل أعاهد الله، أعاهد الله أن أبطل الأسحار. هيا قل أعاهد الله أن أبطل الأسحار. نحن معك رويدا رويدا طاعة الله عز وجل.